حول العلاقات السعودية القبرصية التحق بنا هاتفيا الكاتب السياسي الدكتور خليل الخليل. دكتور خليل، أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة. وما هي حدود التعاون والشراكة السعودية القبرصية كما ترصدها؟ حياكم الله أستاذ حسن، شكرا على استضافتي، وحييك وحيي المشاهدات والمشاهدين للقناة الموقرة. العلاقات بين المملكة العربية السعودية وبين جمهورية قبرص علاقات شراكة اقتصادية وعلاقات كذلك دبلوماسية، لأن موقع قبرص وجمهورية قبرص موقع مهم جدا، فهي من الناحية أولا دولة حضارات، ثم التقاء ثقافات، وموقعها يميزها من نواحي عديدة، فبين عدد من الدول، وهي كذلك ممر لا ننسى للحجاج والمعتمرين. ثم العلاقات التي بين المملكة وبين جمهورية قبرص ستكون اقتصادية استثمارية، لا ننسى السياحة، والمملكة العربية السعودية مقبلة على السياحة، وستكون ممرا في الحقيقة للسياح من كافة دول العالم، خاصة وأن جمهورية قبرص هي ضمن الاتحاد الأوروبي، ضمن دول الاتحاد الأوروبي، هذا يميزها من ناحية. ومن ناحية أخرى المملكة حريصة في الدبلوماسية الناعمة وفي العلاقات الدولية، ودوما تسعى للتقارب. لا ننسى لدينا حوار الحضارات والثقافات، لا ننسى لدينا الشرق الأخضر، لا تنسى المملكة لديها مشروعات ليست فقط مختصة بها، وإنما كذلك مختصة بالمنطقة، مختصة بدول العالم، كدولة باعتبارها دولة فاعلة ودولة مؤثرة في كافة القرارات الدولية. كيف من الممكن أن يحقق يعني الجانبان تقدما فيما يخص التغير المناخي، الاقتصاد الدائري للكربون، الطاقة المتجددة، وكل مجالات الطاقة، بما أن الدولتين مهتمتان بهذين الجانبين؟ الكثير يمكن التعاون فيه بين المملكة العربية السعودية وبين جمهورية قبرص، لأن المشروعات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية مشروعات كبيرة وضخمة وللمستقبل وللأجيال القادمة، سواء في التعليم، في الصناعة، في الثقافة، في قضية السياحة، في قضية الفنون بأشكالها. بمعنى آخر بأن قبرص يمكن هذه العلاقات أن تلعب دورا كبيرا في التنسيق بينها، أولا بين الدولتين، ثم التنسيق بين الدول كذلك الاتحاد الأوروبي، وهذا من الدبلوماسية كما ذكرت الناعمة من المملكة العربية السعودية، أنها تربط علاقات اقتصاد، علاقات ثقافة، علاقات تعاون دبلوماسي في القضايا الدولية، لأن هذه هو الدور اللي تقوم به المملكة العربية السعودية، وتبحث عن شركاء، أو يبحث كذلك تبحث الدول بشراكتها. يعني المملكة العربية السعودية عندما تقوم أي دولة بالعلاقة معها فهي تكون إلى حد كبير محظوظة، لأنها سيكون هنالك مراحل عديدة في التعاون، مجالات عديدة في التعاون. سبق وأن تمت زيارات من المملكة العربية السعودية لقبرص، جمهورية قبرص، من معالي الدكتور إبراهيم العساف، وكان هنالك العدد من الأمور التي بحثت قبل سنوات. العلاقات التي كانت منذ 1961 ثم تعززت 2015 بافتتاح سفارة قبرص في المملكة، ثم تعززت بافتتاح السفارة السعودية 2018، يعني بمعنى أن هناك تصاعد، هنالك تزايد في العلاقات. والأهم في تقديري في الموضوع هو وجود المصداقية في التعامل. تعلم الجهات القبرصية والساسة في قبرص بأنهم يتعاملون مع دولة لها ركائز عديدة، لها تأثير على السياسة الدولية وعلاقتها القوية فيما يخص بالولايات المتحدة الأمريكية، بدول كذلك الاتحاد الأوروبي، ثم الطاقة، وما أدراك ما الطاقة بكل أنواعها، سواء الحالية أو المتجددة أو القادمة، كلها المملكة العربية السعودية لها لا أقول سيطرة، ولكن لها فاعلية مباشرة بها. فلذلك بالنسبة للقادة في قبرص يدركون ذلك ويسعون لتعزيز الشراكة مع المملكة العربية السعودية. ولذلك هذا اليوم، عفوا أستاذ حسن، اليوم الاستقبال سمو ولي العهد للرئيس القبرصي، والمباحثات التي عقدت سيكون لها مكانة لدى في العلاقات الدولية، ليس فقط بين الدولتين، وإنما كذلك بين دول الاتحاد الأوروبي، أو مع دول الاتحاد الأوروبي وبين دول العالم.
طيب الآن ماذا بعد هذه الزيارة التي قام بها رئيس قبرص للمملكة ولقائه بمولي العهد؟ كذلك ما حجم الزخم الذي ستضيفه هذه الزيارة لصفحات العلاقة بين البلدين؟ ستضيف زخما كبيرا وستعطي حرارة أكثر للعلاقات السعودية القبرصية. لذلك يعني وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف عندما هو الوزير المرافق هذا في ذاته يعطي أو يعني يرسل إشارات إلى ماذا في المستقبل. هنالك ستكون علاقات تجارية، سيكون هنالك كذلك علاقات فيما يخص الثقافة والإعلام، مهمة جدا الثقافة في قبرص لأنها أولا هي ممر حضارات ومرت عليها دول وحضارات وثقافات، ولذلك هي مطمع في الحقيقة من كافة تاريخيا كانت قبرص مطمعا من كافة الإمبراطوريات من ناحية، ثم الدول الحديثة كذلك من ناحية، فلم يعني كثير لأنها لديها يعني قريبة من عدد من الدول، قريبة من عدد من الدول حاليا، وبالتالي هي في اعتقادي هذه الزيارة ستمثل انطلاقة جديدة متجددة لعلاقات سعودية قبرصية في الفكر، في الثقافة، في السياحة، في الاستثمارات، ثم في الدبلوماسية الناعمة. شكرا جزيلا لك الكاتب السياسي الدكتور خليل الخليل، كنت معنا هاتف.